عوقت عليا يا زين. انت كده كل ما ناديلك تعوج عليا. حقك عليا يا ابوي. عملت اللي قلت لك عليه صبري. حصل يا حاج. همني شويه مع اخوك. اوامرك يا حاج. عارف يا زين الدايه وهي بتولدك لما نزلت من بطن امك كانت فاكراك ميت. نزلت ما صرختش زي باقي العيال، لكن بعد شويه صرخت. قالولي، قلت لهم خلفت راجل، هو ده ابن العطارين اللي حيغير اسم البلد واسم العيلة كلها. غيرها كيف يا حج؟ عارف يا زين ستك حلمت بيك من قبل ما تشوفك، حلمت ان انت بتغير كفر الخير لكفر العطارين وبتلم الخير من البلد توزعه على كل محتاج. ستك قالتها لي يا زين، قالت لي عيل من عيالك يا صالح. لما جيت للدنيا قلت هو ده زين وسميتك زين عشان تبقى زينة اخواتك وكبرهم وراجلهم. هي عيلة المحمدي هتسكت على موت ولدها؟ انت ما قتلتش حد، وحتى لو شافوك بعينيهم يكذبوها. مش ابن صالح العطار اللي يتخطف قدام عيني وهو ساكت، لا. عارف يا زين ابويا قال لي ان كل واحد في الدنيا ربنا مديله 24 جراط متوزعين على الصحة والمال وبنون وحاجات تانية كتيرة قوي، وقال لي اطلب من ربنا يقسم لك 24 جراط بس تكون تقسيمة عدل لان ربنا عادل. عرفت طلبت ايه يا زين؟ طلبت من ربنا عيلة كبيرة قوي، عزوة، رجالة، ورزقني ربنا بيكم. بعد كده عايزنا ضيع الرزق ده يا زين؟ حقك علي يا ابوي. زين صالح العطار ما يتأسفش ابدا ولا يهرب ولا يخاف الا من ربنا. يلا زين اطلب من ربنا يقسم لك ال 24 جراد بتوعك زي ما انت عاوز، ووعدني اوعدني تكون اخر مره يقرب فيها الخوف من قلبك. اوعدك يا حاج. يلا زين اجمد وقوم شوف اخواتك، شوفهم وانت جامد. كل حاجه خلصت خلاص. عايز اطمن عليك يا ابوي. اطمن يا ولدي انا بخير. لما شفتك قوم شوف امك كانت قلقانة عليك، قوم طمنها. مع السلامة يا زين. قبلونا وحدينا. اقعد يا زين. احنا شيعنا في البلد انك كنت رايح تشتري بيت للعطارين في مصر انت وسليم، وانك رجعت الليله. والعمده هيصدق عاد؟ مش هيصدق. ليه؟ اللي قتل فاروق اعترف. هو مين ده اللي اعترف؟ خليل عبد الهادي، كان بياخد طار اخوه الكبير. صبري، ما انت عارف وانا عارف ان انا اللي قتلته بيدي. ما حصلش، ومش هيطلعوا برانا. اللي قتل فاروق خليل ابن عبد الهادي. مفيش حد هيقتل ظلم من مكاننا يا صبري. مش هيقتل. بوك شد الجوده. والعمدة وافق. الموت أشرف بكثير من الجودة يا صبري. أنت مالك يا أخي؟ وخليل اللي طلب كده؟ الجودة باللي شددها مش باللي مقدمها يا سلام. وكرامة لعامك وافقوا. بس ده ما يرضيش ربنا يا صبري. أمال إيه اللي يرضي ربنا؟ عاملتك اللي عملتها؟ أبوك متظالم يا زين. أبوك اشترى حياتك بفلوس تعيش عيلة عبد الهادي أغنية لحد آخر واحد ما يكبر ويموت. الموضوع ده اتقفل. بكرة الجودة عشان فرع عائشة بنت المحمدي واخوك عبد الحميد قريب. عبد الحميد مين اللي هيتجوز عائشة؟ عبد الحميد اخوك هيتجوز عائشة اللي انت قتلت اخوها يا زين. فريت ما حدش يعرف كل اللي حصل. وعائشة وافقت؟ وافقت وفرحت. روح بارك لاخوك وجهز نفسك بكره الصبح قعدة الصلح ما بين عبد الهادي والمحمدي
وكل الأجاويد هيحضروا، لازم تبقى موجود كتفك في كتف أبوك. مش عايزين كلام كتير من الناس. بيقول لك عيشة وافقت يا سليم. اللي مزعلك يا زين، مش كل الناس بيعيشوا مع اللي بيحبوهم. مش ده كلامك اللي قلته لعيشة؟ كده احنا خالصين، كلنا خالصين. شمتانة فيها يا زينب؟ من يمتى وده كله في قلبك يا بنت صالح؟ من يوم ما وافقت ان اختك تعيش مع واحد ما بتجهوش ولا طايقة تبص في خلقته. عموما لو انت ترضي ان اخوك يتجوز واحدة كانت بتحبني ما رضاهاش لعب حميد، كلمي عائشة وقولي لها اني عايز اقابلها النهاردة، وهتكون اخر مرة تشوف خلقتي فيها. لك عين تحطها في وشي يا زين؟ كنت هتفرحي لو كان قتلني؟ وجدها عاد بتنام وضميرك مرتاح؟ ما بدوقش طعم النوم من يومها والله. عاوز ايه يا زين؟ قول قبل ما حد يجي تاني وتقتله. زين بقى قتل قتل خلاص؟ زين قتل اخويا وقتلني بطلقة واحدة. لساني بحبك يا عائشة. ما تنطقش اسمي على لسانك. انسان يا زين. تتجوز يا عبد حميد؟ انت مالك؟ ولا تكونش لسه متعشم تتجوزني؟ حتى لو ما بقاش ينفع هتتجوز اخويا؟ هتجوزه. لو ده اللي هيحرق قلبك هتجوزه يا زين. يحرق قلبي ولا قلبك؟ قلبي اتحرق خلاص، بس قلبك انت خلي النار تحرق كل حاجه باقيه. كان الرمادي يمسح دم اخونا اللي قتلناه على يدنا. بلاش يا عيش. مبقاش لينا عيشة هنا يا سليم، بكره نخلص الجودة ونرجع مصر. جايين شايلين الكفن مليان ندم على اللي حصل. اللي قتل اهو، لو عايزين اقتلوه ولو قادرين سامحوه.